متابعينا متابعي اليوم السابع، نحييكم من مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، وإطلالة على أحدث الصروح الخدمية وهو سوق الجملة في مدينة العريش، والذي أعيد تشغيله ويتم فيه استقبال التجار واستقبال البضائع من كافة المحافظات لإعادة توزيعها داخل مدينة العريش ومدن المحافظة. هذا السوق كما نشاهد متابعينا متابعي اليوم السابع هو سوق الجملة بمدينة العريش، وهذه هي الإنشاءات الحديثة التي أقيمت هنا في منطقة الكيلو 17 غرب مدينة العريش. كما نشاهد يشتمل السوق على مرافق مجهزة ومحلات وكافة التجهيزات التي تهم التجار. وسوق الجملة بالعريش متابعينا متابعي اليوم السابع هو أحد أهم وأحدث الأسواق والخدمات المقدمة لأبناء المحافظة هنا في مدينة العريش.
تعرف حضرتك؟ احمد السيد سلمان. احمد انت تقري؟ تقري البطاطس. أيوه. احكي لي على ان انت تنقلت منين، من البلد ولا من فين انت؟ من البلد. اه من البلد. هنا النظام المحلي ده اخذته ازاي؟ النظام يعني مزاد. مزاد. والشغل هنا بيبتدي من امتى وينتهي امتى؟ من الساعة 6 الصبح. اه وبتخلصوا امتى اخر النهار؟ اخر النهار كده آه. على حسب الشغل مش اه. البضاعة بتاعتكم بتجيبوها منين، من المحافظة الثانية؟ من محافظة الشرقية، محافظة اسماعيلية. اقف كده يا شباب، خليك نشيط. اللي تعرف حضرتك؟ معلم علي. علي علي فلفل. علي انت هنا في السوق. السوق. احكي لي عن تجربتك في السوق هنا. لسه اشتغل لي. اه. لسه اشتغل لي ده. اه. لسه بتدرب. انت جيت منين اصلا؟ نقلت من مكان ايه؟ من البلد ولا من فين؟ من الولد اه. اه. كله تحت فرشين في الوادي وديره. طب ايه النظام هنا؟ انتوا ادوكوا مكان ولا ايه؟ اه. ده محل اهو. تمام. رئيس اهو. إذن كما نشاهد متابعينا ومتابعي اليوم السابع، هذا هو سوق الجملة بمدينة العريش والذي بدأ فعليا تشغيله ليصبح